حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. نحن على بعد يعني أيام قليلة جدا، بالتحديد 3 أيام من عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. خلال اليومين القادمة احنا نتكلم على بكرة وبعده 8 و9، يعني ينشط بل يصل إلى ذروة سوق الأغنام في موضوع الأضاحي وبيع الأضاحي والأضاحي المناسبة وغير المناسبة، وكثير من النقاش يدور في هذا الموضوع، وكثير من الإطمئنان اللي نرجو على أحوال السوق. لذلك معي هنا في الاستديو الأستاذ ثامر الحصان، وهو رئيس مهنة باعة الأغنام في سوق العزيزية في الرياض. أستاذ ثامر مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور، مرحبا بك أخي. كيف اليوم من الجاية؟ الله يعين إن شاء الله. كيف تعيشونها سنويا؟ لا الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر. يوم يمكن ينتظرها أي تاجر أغنام ينتظرها طول السنة. كيف شايف الإقبال على السوق هذا السنة؟ لا الحمد لله في إقبال، يا ربي لك الحمد. طيب اليوم واحد قرر بكرة أنه ينزل إلى السوق وياخذ، طبعا ما ينطبق على عزيزية، ينطبق على بقية الأسواق. نعم. وياخذ أضحية، إيش الرسائل، النصائح، التوجيهات، طريقة الاختيار السليمة، بإيش توجههم بحكم خبرتك؟ والله أوجههم أول شيء يتجهون المؤسسات أو حظائر معروفة. يعني يختار الضحية بنفسه، معاونة من صاحب الحظيرة أو صاحب المؤسسة، يعني مساعدة منه. ينصح يعني أحيانا ما عنده خبرة هو، يعني مو كل الناس عندها. عشان كذا نقول حنا اتجه لصاحب مؤسسة أو صاحب حظيرة. حلو. يعني إن شاء الله فيهم الخير والبركة، تصير أغنامهم إن شاء الله أنها مضمونة وينصحون. كيف ترتيب الحظائر داخل السوق؟ لا جيد الحمد لله. أنتم اليوم من خلال وجودك ومن خلال عملك اليوم كرئيس لمهنة باعة الأغنام، كيف توصف الوضع؟ الوضع يا ربي لك الحمد والشكر ممتاز جدا، من ناحية التنظيم، من ناحية النظافة، من ناحية من جميع النواحي. يعني يصير تشييك من قبلكم أو تأكد من الأضاحي الموجودة، سنها، مناسبتها، خلوها من الأمراض وغيرها؟ أكيد أكيد. كيف اشرح لنا؟ أغنام موسم هذه، قبل ما تجيك الحظيرة أو إذا جتك الحظيرة تشوف اللي مثلا أنت مقبل على موسم مثلا الضحية، تشوف اللي ما يضحي تحاول تعزله الحال، حوش الحال بحيث أنه ما ينغش فيه أحد مثلا. مين أنت اللي تحاول تعزله؟ تتكلم اللي هو تتكلم لك عن صاحب مثلا الحظيرة، صاحب أو بائع الأغنام. أي بائع الأغنام. طيب وأنتوا دوركم في رئاسة الباعة وش هو بالضبط؟ يعني رئيس المهنة هو الوسيط مثلا بين أهل السوق وبين الوزارة، الأمانة، متطلبات السوق هو اللي مثلا يقوم بالتقديم لها. وش أبرز متطلبات السوق اليوم؟ يعني من ناحية في مشاكل مثلا كثيرة، يعني من ناحية مثلا العمالة، مثلا من ناحية التنظيم، من ناحية الترتيب، جميعها. يعني كيف التجاوب بينكم وبين؟ لا الحمد لله ممتاز، يا ربي لك الحمد. أنتوا تتواصلوا مباشرة مع الأمانة، مع أمانة الرياض ولا مع مين؟ الآن وزارة الزراعة والبيئة. مع وزارة الزراعة مباشرة. نعم. كيف تقيس وتوصف لنا اهتمام الوزارة بسوق أسواق الأغنام إجمالا، سواء السوق اللي أنت فيه في العزيزية أو من خلال معرفتك واطلاعك على بقية الأسواق؟ لا نحمد الله، يعني متعاونين معنا ويبحثون عن المصلحة العامة، يعني بحيث أنه الشغل ما يتوقف، التنظيم جيد، النظافة، الترتيب، جميعا. يعني طيب الحظائر اللي موجودة الآن أصحابها هم كلهم موجودين بشكل رسمي؟ يعني نقدر نقول 90%، 95%. حلو. موجودين. طيب كيف يعني بشكل رسمي مثلا يصير اتفاق معكم في اشتراطات معينة بالذات في موضوع الأضاحي؟ أنه مثلا لا تدخل أضحية ما هي مناسبة ولا سنها أقل من المطلوب ولا غيرها؟ أكيد في تشييك من مكتب السوق التابع للوزارة. أي. يعني يشيك على الحظائر، أغنام تعبانة يقوم حجزها، في اهتمام، يعني في اهتمام كثير. حلو. وكيف ردود فعل وآراء أصحاب الحظائر نفسها؟ لا الحمد لله، يعني يا ربي لك الحمد والشكر، احنا بالعكس ننبسط على الشيء هذا إذا كان في تجاوب، يعني ننبسط على الشيء هذا. حلو. قبل الهوى كنا ندردش أنا وياك، فكنت تقول لي أنه بالعادة بعد عيد الأضحى يصير في ركود في السوق. نعم. إلى متى يستمر هذا الركود؟ يعني لفترة شهرين، 3 شهور إلى 3 شهور.
يصير في ركود. طلعت من موسم أنت تنتظر طول السنة اللي هو موسم موسم الأضحية. طيب الموسم هذا من متى يبدأ عندكم؟ يعني من متى؟ احنا عارفين انه مثلا 8 و9 هذه يمكن حتى يوم 9 هو اكثر شيء. نعم. لكن من متى يبدأ الحراك فيه بالعادة؟ والله في 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 مربين مثلا من رمضان، من قبل رمضان يربون للموسم هذا. لا اقصد المشترين. المشترين؟ ايه؟ يعني من بداية مثلا الشهر يصير ايه؟ يبدأ التسعير، يمر السوق يشوف الاسعار، يتابع الاسعار. طيب الأضاحي ينطبق عليها موضوع الوزن والميزان؟ إلى الآن ما طبق. أي إلى الآن عندنا ما طبق مسألة الوزن يعني. ولا لو يطبق مسألة الوزن راح تلعب الأسعار هذا والمقاطع اللي نشوفها والغلا وكل يتكلم، لأنك خلاص أنت تعرف أضحيتك وزنها كم. طيب أستاذ ثامر، يصير مثلا أنه أحد ممكن يأخذ أضحيته مثلا من بداية، خلينا نقول من يوم واحد تمام، ويتفق مع صاحب الحظيرة أنه يشتريها ويعطيه المبلغ وكل شيء، ويتفق أنها تبقى عنده ويجي يأخذها ليلة العيد؟ نعم، وفي بعضهم ما يأخذها إلا ثاني العيد وثالث العيد. هذا يصير بالاتفاق بينه وبين صاحب الحظيره، ولا 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 في النظام منصوص عليه انه لازم يقبل؟ لا، صاحب الحظيره. انا كصاحب حظيره او صاحب مؤسسه اقدم الخدمه هذه. اي اقدم الخدمه هذه، احجز الاضاحي عندي، راح للزبائن في خدمه توصيل. اكلمنا عنها شوي. في خدمه توصيل، يعني انا اقول مثلا ازود 50 ريال 60 ريال واقول اوصلها لك عشان ما تجي وتتعب وتدخل زحمه السوق. إيه؟ أوصلها لك في اليوم اللي أنت حابه. اللي حابه. طيب جميل. اللي يشتري ويتركها في الحظيرة لازم يدفع عليها أكثر حق الأكل والشرب؟ لا، هذه خدمة تقدم لأصحاب الحظايا. هذه خدمة بالعادة جرت بينهم. نعم. بهذه الطريقة. نعم. نعم. طيب ممتاز جدا. مدى التوفر كيف تشوفوا الفترة هذه؟ لا الحمد لله الحلال، يعني في توفر أفضل من الفترة السابقة. يعني الفترة السابقة ما كان في استيراد من برا. إيه؟ مثلا من الأردن الحمد لله يعني غطى شوي، يعني صار له حوالي يمكن تقريبا 15 يوم فتح الاستيراد من هناك. ولذلك أنت تقول أنه متوفر. متوفر الحمد لله أنه متوفر. طيب الحمد لله. سوق الأغنام بالعادة أستاذ ثامر بالعادة متى المواسم اللي ينشط فيها غير عيد الأضحى والمواسم اللي يكون راكد فيها؟ بالعادة يعني من خلال متابعتكم. رمضان، يعني رمضان لا لا العطل، عطل الصيفية تكثر فيها المناسبات الزواجات، والويكند يعني يصير فيه شوي حركة السوق. طيب والتقسيم داخل السوق كيف يصير لأصحاب الحظائر من ناحية يعني من ناحية إعطاء الحظيرة، المساحة، العدد، المقابل، كل شيء؟ طبعا كل واحد ولا قدرته، يعني زي مثلا سوق العزية في مساحات 400 متر في مساحات 3000 متر. 400 متر وكم؟ إلى 3000 متر. تعطى إلى 3000 متر. نعم. على حسب هذه أصحاب المؤسسات المستوردين ومؤسسات بيع الجملة. أي. حظائرهم أكبر من الحظائر بيع القطاعي. اشرح لنا الفرق بس بينها. يعني صاحب الحظيرة الصغيرة. أي. يشتري من صاحب الحظيرة الكبيرة. الكبيرة اللي يبيع بالجملة. اللي يبيع بالجملة. حلو. الحظيرة الصغيرة بيع بالتفريد يعني بالقطاعي، وهذاك ما يبيع إلا بالجملة. المؤسسات الكبيرة غالبية ما يبيع يعني أيام السنة إلا بالجملة. بالعادة بيع الجملة يصير بس داخل السوق من حظيرة لحظيرة، ولا في ناس من برا ممكن يجون يأخذون بالجملة؟ لا في ناس من جميع مناطق المملكة. أصحاب المطاعم أصحاب المطاعم مثلا شريطية برا الرياض من كل المدن. الشريطية أو الوسطاء هذول في طريقة معينة نظامية لحكم السوق في وجودهم، ولا لا مفتوح الوضع؟ لا مفتوح الوضع يعني، بس السوق عرض وطلب. يعني ان مثلا الناس تحط كل شيء بالشريطية وانتشرت مقاطع ان الشريطي يكسب 400 500 بالراس الواحد، وهذا مو معقوله يعني ابدا. اي من خلال مشاهداتكم كيف مستوى الكسب يعني يكسب له 50 60 100 ريال مثل الايام هذه ما هي يعني ما هي مثل ما سمعنا
أو شفنا بعض المقاطع يعني. طيب السوق الأيام هذه متى الأوقات اللي يكون مفتوح فيها؟ من بعد الفجر إلين الساعة 12 بالليل. هو بالعادة كذا ولا استثناء في أيام الأعياد أكثر؟ لا يعني الأيام الأعياد بس، ولكن حركة السوق يعني الأيام العادية من بعد صلاة الفجر لصلاة المغرب في الأيام العادية. الأيام الآن العادية. إلى الساعة 12. إلى الساعة 12. هذا سوق العزيزية بس ولا كل الأسواق؟ يعني أغلبية، في نقاط بيع يحطونها اللي هي داخل الأحياء. تسكر تقريبا ممكن الساعة 12 بالليل. نعم. طيب أخيرا أستاذ ثامر، اليوم جالسين نشوف مثلا تطبيقات وأفكار جديدة كثيرة جدا لبيع الأغنام، هذه أثرت على السوق وجود السوق على أرض الواقع؟ كثير كثير، لأنه فيها فرق أسعار ما هو بسيط. لصالح مين؟ لصالح المستهلك. يعني في فرق. إيه فرق، وين الأقل وين الأعلى؟ الأقل التطبيق، لكن التطبيق هل هو يجيب لك نفس الشيء اللي أنت طلبته أو لا؟ هنا الفرق. أنت بالسوق تأخذ على نظرك، خدت الخروف المعين مثلا النعيمي، أنت طلبته من بعض، ما نقول تطبيقات، بعض التطبيقات يقول لك نعيمي، لكن فرقه عن السوق 400 300 500 ريال، إيه معقولة يعني. وقفت على بعض الأشياء في هذا؟ يعني وقفنا على البعض، على البعض. وكان فيها يعني عدم المصداقية؟ يعني عدم المصداقية في بعضهم الواضحة من ناحية السعر. أنت توصي أكثر أنه الواحد يأخذ من السوق؟ والله يعني أنا أقدم يعني السوق أفضل، أني أشتريها على نظري أنا أفضل. أو تطبيق مضمون عشان ما نظلم الطرف. إحنا ما نظلمهم. أيه؟ إحنا ما نظلمهم ولا نقول، إحنا نقول بعض. جميل أستاذ ثامر، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيه. يا مرحبا. معلش قبل ما نختم، بس أبغى أسمع منك رسالة أو نصيحة أو توجيه بحكم خبرتك للي بينزل اليومين الجاي السوق عشان يأخذ أضحية، إيش تقول له؟ يعني مشتراك خليه من مصدر معروف، بحيث أنه لو تعبت الضحية أو لقيت فيها أي عيب من مثلا عيوب الأضحية، أنه بإمكانك ترجع للموقع هذا بحكم الفاتورة، بحكم الموقع مثلا يرجع للموقع. طيب في جهة يقدر يشتكي لها؟ لو موجودة، اللي هي مين؟ اللي هي وزارة، مكتب وزارة الزراعة. عن طريقكم انت؟ لا عن طريقك انت كرئيس ولا مباشرة؟ لا مباشرة، هم ما يقصرون ابدا. والمكتب وين موجود؟ موجود بوسط السوق. يعني بالعكس الوزارة نشكرهم ونشكر وزير الزراعة على 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 وقفتهم وتأمينهم للحلال بالوقت هذا صراحة. استاذ ثامر شكرا جزيلا. يا مرحبا، حضورك معنا في اهلا. شكرا للاستاذ ثامر الحصان، الشكر الأكبر والأوفى لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل.